تطش كده بقى. انا هحاول اشوف ايه عايز حاجه بالخط مش لا في السكن بتاعته لا ليه مش الخط مش واضح قوي احط الصوره ازاي الصوره انت تحط بص معايا يا فكره جت منين لو حد فاهم الانتجريشن ده جاي من حاجه اسمها تقريبا سميشن مش الخط مش واضح فعلا بس خلاص أقرب كلامي تاني للناس اللي ما بيعملوش الحق لو في ولد موجود في اي مكان بيجيب صوت انت متصور او واحد منهم هو ده الامتحان او العلاقه بين الامتحان الكلام ده مش صحيح واحد استنى في الامتحانات مطلوب انه الكلام مش صحيح فاذا كنت واحد نفسك بده وعاوز تتكل على ده انت طيب يبقى الابسولوت فاليو من الانتجريشن سي اف اوف زد زد للزام اوف ايكوال ام ان البروف بتاع السي ده انت مش مطلوب منك طيب احنا هنقسم البروف بتاع السي ازاي لو انتوا فاكرين من البوس اول حاجه البوس هتكون بس وان بتدخل الانتجريشن لما اسالكم ايه العلاقه بالانتجريشن بالتالي افضل سجاير في واحد مسؤولينا عن الحكايه دي وسميناها ايه ترانسفورميشن ازاي فكر في الحكايه دي؟ قال لك والله لو معايا الفيلم الصالح ايه كده والفانكشن دي اف وزد وقسمتها لجزئين او مجموعه من الاجزاء يبقى اقدر اجيب الكيريا للكيرف ده ان هو هيسميها اس ان لسميشن اف وزد اي بي زد اي من اي ايكوال 1 ل ان يعني قسمها المجموعه من المستطيلات هو اي اريا اوف ريكتانجل ايكوال ايه؟ انتريست الهاي او الواي في الليبس فانت لو جبت الواي هنا هنا كده فهتاخد لو النقطه دي زد اي ماينس 1 والنقطة دي زد اي، الديفرنس بينهم هو اسمه دلتا زد اي، يعني الفرق اللي بتحط بين دول، أنا مش هسألك فيه. فالفرق بين والطول ده هو مين؟ اف مين؟ اوف زد اي. لأنه أصل أنت فاهمين؟ ببساطة كده، أنت لو معاك فانكشن كده أهي، واي ايكوال اكس سكوير، وقلت والله أنا عاوز أعرف النقطة دي، فبتقول النقطة دي مثلا 2 4 ايه معنى 2 4؟ انه عند الاكس ال 2 واي بكام؟ يبقى الطول ده الفاليو اوف فانكشن اف اوف اكس عند مين؟ عند 2 قيمة الداتا قيمة الفانكشن عند 2 از سيم هنا دي لو النقطة زد اي يبقى قيمة الداتا عند زد اي لازم الطول ده زد اي الطول ده زد اي طيب والواي بتاعنا الفرق بين النقطتين دول ما ديش الفاينل ناقص فزد ار ماينس زد ار ماينس 1 اللي بيسموها اريك فيشي اللي هو الفرق بين النقطتين اللي هي زد ار ماينس زد ار ماينس 1 يبقى اقدر اجيب تقريبا ابروكسيمت الفانكشن دي اس ان ايكوال اي ايكوال 1 لان اف زد زد ماشي لو خدت الابسولوت فاليو هنا الاس ان هيطلع بكام؟ بالابسولوت فاليو اللي من اي ايكوال 1 لان اف وزد اي دلتا زد اي صح الكلام؟ طيب لما تيجي الابسولوت فاليو المجاميع حاجات هي اقل من مجاميع الابسولوت ازاي؟ يعني مثلا انت لو معاك 2 ماينس 3 بلس 4 مش ده اقل من او تساوي ابسولوت فاليو 2 بلس ابسولوت فاليو 3 بلس ابسولوت فاليو 4 صح؟ مش الريليشن دي صحيحه؟ ليه؟ لان دي معناها بتتنمر كل ترم لازم يبقى ايه؟ بوزيتيف لكن دي ما بتتنمرش ياخد بوزيتيف مع مين؟ مع النيجاتيف يبقى هيكون والله ده للزاد اوف ايكوال للزاد اوف ايكوال كام؟ سبميشن من اي ايكوال 1 لان اف زد اي في دلتا زد اي ماشي؟ الاف زد اي برضه الابسولوت فاليو اف زد اي يعني اكبر قيمه ليهم
بصوا معايا كده مثلا لو انا جبت لكم الاعداد مثلا لو قلنا 2 في 3 زائد 3 في 4 زائد مش عارف 1 في 5 مش ده اقل من ان تساوي 4 في 3 بلس 4 بلس 5 شايفين ده 1 وده 3 وده كام؟ وده 2 انا خدت اكبر واحد فيهم اللي هو ايه؟ السرين. دي نظريه انك انت لو بتضرب مجموعه من الاعداد في فانكشن ودي ابسولوت فاليو والفانكشن اكبر واحده فيهم يبقى كانك بتضرب اكبر واحده في مجموعه المجموعات كلها. يبقى اكبر عدد والله ده اقل من او تساوي ابسولوت فاليو في الباي في سبمشن باي ايكوال 1 لدلتا زي باي. الحته الاخرانيه دي انت لو بتضرب اعداد في بعض اهو صوت 2 3 4 1 5 مين الماكسيمم بتاعهم؟ مين اكبر واحد فيهم؟ ال3 يبقى ده اقل من ان انا لو خدت ال3 ضربتها في الاعداد اللي هي كام؟ مش ده بلس ده بلس ده يعني كان ده معناه ايه؟ معناه ابسولوت فاليو بتاع 3 في 3 بلس 3 4 بلس 3 5 مش ده اكبر؟ ده من ده؟ يعني انا كاني واخد الماكسيموم بتاع الكوفيشن خدت اكبر ماكسيموم في الكوفيشن في الوقت الكل فنفس الكلام. طيب المودس فاليوز الاي اللي احنا سميناها مين؟ ام والسبشن انتز الاي هو مين؟ بس ده اف لو الام راحت لمين؟ لبني نهايه. يعني ايه اللي راح في النهايه؟ هو مش معقول ان هو يعني خد اكبر عدد من التقسيمات. ما كلمه تقسيمات يعني انك انت تاخد تقسيمه واحده. انت خدت الوريه كام؟ دي الطريقه لما هتاخد بص للبص النوميريكال حساب الانتجريشن باي يوزنج كام طريقه. في واحد عمل طريقه اسمها بايلا في انس وان. بايلا لما فكر عمل كده انه جاب المستنتجات مقسمها ورجع لفكره مين؟ رجع لفكره فوتيك ل ريمان ريمان سبميشن الاول. طيب انا طب ايه علاقه ده السبميشن بتاعك؟ بيقول لك لو عدد السبميشن وصل لانفينيتي يبقى ايه؟ السبميشن ده ايكوال مين؟ الانتجريشن. يعني اف الان تلبس تو انفينيتي يبقى الاس اللي هي سبميشن من اي ايكوال 1 لانفينيتي اف زد اي دلتا زد اي ده ايكوال انتجريشن سي اف زد دي زد اللي انت ايه؟ اللي انت تعرفه. ده طريقه فكر حساب الكلام. واضحه؟
قبل ما تبتدي اهي الكف وزد ايكوال ريال زد تبقى ابسولوت فاليو كف زد هتساوي ابسولوت فاليو ريال زد. الريال زد هي مين؟ هي اكس. هو بيقول لك اكس الهال من النقطه 0 0 للنقطه 3 بلس 4 ار. النقطه 6 هيبقى عندنا يا جماعه مش الاكس. طيب نيجي للتي زد. التي زد هي مين؟ التي زد هي لبس. حد فاكر قانون اللبس؟ لو عاوز يجيب لبس كده ادي دي كده. لو ده ايه ودي دي اكس ودي دي واي يبقى هو سكوير روت دي اكس كول سكوير بلس دي واي كول ايه؟ يبقى سكوير روت دي اكس كول سكوير بكام؟ يعني دي اكس يعني ريفت جيب للاكس. الاكس بتتغير من كام لكام؟ من 0 ل 3 من 0 ماينس 0 كول سكوير والدي واي من 4 ماينس 0 كول سكوير يبقى هتطلع سكوير روت 9 بلس 16 يطلع بكام؟ وفاين. يبقى الانتجريشن على الباص سي للينز دي زد للزاكوت ايكوال ام ال اللي هي ايكوال كام؟ السري في كام؟ اللي هي ايكوال 15. نعم اللي هو سي ايكوال ريال زد كام؟ نعم ايه المين اللين ايه المين كده كان ضايل 10%. لا طب قلل الإضاءة خالص. الإضاءة مين بقى؟ تعالى انت قلل. طيب الرقم تبقى بيقول لي كيفين ويب احسن لي الانتجريشن خلاص. انا شايف اكس بالظبط الوحيد اللي موجود عندكم كده فاليس اللي هي بتقدر تعمل ابروكسيمت انتجريشن اللي هي ابسولوت فاليو. يبقى لو قال لك ابروكسيمت انتجريشن يعني هو اصلا ابسولوت فاليو يبقى تاخد النظريه اللي هي تمام. لكن لو قال لي ايفالويت ذا انتجرال كلمه ايفالويت استيميت ذا انتجرال يعني بطريقه ابروكسيمت كانه بيستخدم طريقه بتقرب للسولوشن اللي هو مش قادر يجيب ده ايكوال كام بالظبط. لكن انت لو معاك طريقه اللي تقدر تحسب بيها ده هتحسبها. يبقى يوز انتجرال زد ماينس زيرو تو ذا باور ان دي زد على الباص سي. السي دي مين؟ از سيركل مودلس زد ماينس زيرو ايكوال ار. بصوا معايا حد فاكر المحاضره اللي قبل اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت كنا بنقول ايه؟ ايه هي الصوره ايه الجنرال فورم اللي معاك في السيركل؟ حد فاكر؟ اللي هي صوره ال 2 بار 4 ها؟ اذا انا بقول انه زد ايكوال زد نور ار اس اي مين؟ زد ماينس زد نور ايكوال ار اس اي ايه؟ سي. دي الصوره المعادله الايكويشن في الكوره
الزنود هي السنتر والار هي مين؟ كمل. فهو بيقول لي سيكوينس الزنود دي والار على الاصل دي. طيب الديزيك اجيبها منين؟ الديزيك ايكوال الزنود اللي بنت في حاجه الار والار ايكوس اي سي في البريمنت الاي سي اللي هي اي دي سي. اعمل سبستيتيوت تعوض هيبقى الانتجريشن ده ايكوال كام؟ الانتجريشن ده ايكوال ار ايكوس اي سيتا باور ان الدي زد ايكوال ايكوس اي سيتا واي تي سي. الكتب يا جماعه حاطه غالبا الكتب حاطه دي من الفيلم يعني ما تضحكش عليك لو فتحت اي تكست بوك هتلاقيها عاوز يحسب الانتجريشن ده دي زد على زد ماينس زد نون وتو ذا باور ان دي زد. نعم في طيب هتلاقي الانتجريشن مكتوب بالطريقه دي. طلع الار والار طب الـ integration بتاعه بيعمل ايه؟ حدود التكامل بيعمل كام؟ من 0 ل 2 ان هو قال لي ايه؟ سيركل كامل، لكن لو قال لي هاف سيركل يبقى من 0 لايه؟ لبار. يبقى من 0 ل 2 بار. يبقى ار باور ان بلس 1 ده كله اسمه كله انتخابات بار. يبقى اي اس اي ان سي في اي اس اي سي كاف بي سي والاي برضه خلاص ممكن تخرجها برضه ماشي. يطلع ايه؟ ار اس ام بلس 1 ار. طيب الانتجريشن كان نزول 2 بار اي اس اي ام بلس 1 سي دي سي مظبوط؟ الانتجريشن ده عنده تو كيس. لو قسمت الاكسبوننشال اي اكسبوننشال حسبتها واحنا كنا من المره اللي فاتت ان توش انتجر فورما اي في دم انا لكن الانتجريشن ده عايز يطلع بكام؟ بزيرو على كوست بوست والاكسبوننشال دي قال لا لا يبقى التكامل ده لاي قيمه هيطلع بزيرو. نعم ليه الانتجريشن من زيرو تو باي مش من نيجاتيف باي لباي عشان الكومبلكس انا هديلك لما المثل اللي بتطلع لي بتستخدم البرنسبل فاليو بس هي مش ديفكت لما تستخدم البرنسبل فاليو الكونكريت لما بتكس تكس مثال ونص باي بار لكن لو بتتكلم على دايره كامله في نص باص لف بايدك كده هتلف ازاي؟ من زيرو ايه؟ من زيرو مش هتتكلم من زيرو من سالب باي بار. طيب لو دي لا علاج الانتجريشن هيطلع كام؟ نسيت والاكسبونشال ده لا بس الحاله الواحده دي مش هتبقى علاج او هتدينا قيمه غير الزيرو لو الام بكام؟ لو الام بنيجاتيف 1 لو الام بكام؟ هتلاقي الام مالها طب لو الام بنيجاتيف 1 الانتجريشن ده هيبقى ايه؟ هيبقى ايكوال ار ار باور سي بكام؟ 1 في 0 من 2 باي في سيتا لانه اي ان نيجاتيف 1 اي باور سي 1 ايه الانتجريشن في سيتا؟ في سيتا يبقى اي سيتا والليمت اوف انتجريشن في 0 بكام؟ ل 2 باي تطلع ار 2 باي ماينس 0 تطلع 2 باي ار. يبقى لو الام ادينا في الفاضي الانتجريشن تطلع بكام؟ طب لو الام اي رقم تاني هيطلع بصفر، عارفين ليه يطلع بصفر؟ لانك انت هتعوض لو حسبت طب اف الام نوت ايكوال نيجاتيف 1 هيطلع الانتجريشن ده ايكوال ايه؟ اي ار باور ام بلس 1 ايه الانتجريشن اي اس اي ام بلس 1 سيتا يا جماعه؟ ايه الانتجريشن ده؟ الانتجريشن اي اكسبوننشال ايكوال ايه؟ هي نفسها انتجريشن باور على انتجريشن باور يبقى اي اس اي
تمبر بلس 1 سيتا على ار في تمبر بلس 1. الليمت اوف انتجريشن من كام؟ من 0 تو باي. هتطلع ار تمبر بلس 1 اوفر تمبر بلس 1 بمين؟ اي نص ار تمبر بلس 1 تو باي ماينس اي باور 0. الاي باور 0 كام؟ 1. طب اي تساوي باور 2 2 باي اي كام؟ برضه 1. يبقى اي بتقيس 2 باي اي معناها كوزاين 2 باي بلس اي ساين، الاي ساين ب 0 هتطلع ب 1. يبقى 1 ماينس 1 بكام؟ يبقى لاي ام اكسبت هي 1 راح يطلع ام ار بلس 1 على ام بلس 1 1 ماينس 1 تطلع بكام؟ تطلع ب 0. يبقى اقدر اقول ان الانتجريشن ده الانتجريشن على كلوز تو باس سي لسيرفت زد ماينس زد نور تو ذا باور 10 هيطلع ايكوال 2 باي اي لو الام ايكوال نيجاتيف 1 ويطلع ب 0 لو الام نور ايكوال نيجاتيف 1. يبقى الام تي لو الام تي نيجاتيف 1 هيطلع ب 2 باي اي لو الام اي رقم ثاني هيطلع ب 0. Thank you.
ديفينيشن فقط. بوست ديفينيشن Z equal 0 to Z equal
خدوا طريقه ازاي تبنوا الاي او بي؟ ايه اللي خدوها؟ تعمل بوست من النت والكلام ده؟ اقصر بعض او في طريقه ثانيه اقصر ان انا ازاي اجيب الايه؟ ايه الكمبيوتر بتاع الايه؟ بص ازاي اجيب الايه؟ ايه مقام الايه؟ زد شيله من الفانكشن الاصليه وعوض بقيمه الزد اللي تديك المقام بصفر. هي دي بتبقى صفر امتى؟ لو الزد بكام؟ شيل الزد وعوض في الباقي بزد زيرو يطلع الايه؟ حد فاهم؟ اقول تاني خدتوها دي؟ خدتوها. طيب انا لو عاوز اجيب قيمه الايه اشيل الزد كده واحط الزد زيرو تطلع لي ايه؟ احط الزد بزيرو كده تطلع ماينس 2 على ماينس 1 تلقيت 2 2 على زد فبلس. عاوز اجيب قيمه البي هشيل ايه؟ زد ماينس 1 واعوض على الزد ب 1 تطلع بكام؟ ب 3 على زد ماينس 1 صح؟ طيب يبقى الانتجريشن هنا اقدر اقسمه لاثنين 2 على زد دي زد بلس 3 على زد ماينس 1 دي زد. سيب القلم بص معايا. لو انا عايز احسب الانتجريشن ده كله احسبه ازاي؟ يعني لو قال لي احسب الانتجريشن سيب القلم بص معايا. لو قال لي احسب الانتجريشن على السي 1 بس يبقى الترم ده لازم هيطلع بالكلام على السي 1. السي 1 مين السنجلر بوينت بتاعتها؟ الزيرو. هل السنجلر هل دي ديفاين عند الزيرو ولا ديفاين؟ عند ديفاين. يبقى كل الترم ده بكام؟ بصفر. يعني لو قال لي احسب الانتجريشن على السي كلها هقول له والله ايكوال ها ال 2 على زيرو طلع ال 2 بره تبقى انتجريشن على السي 1 دي زد على زد بلس 3 انتجريشن دي زد على زد ماينس 1 صح؟ طيب الانتجريشن ده بيقول لك كام؟ لا ده من زد ماينس 1 لو انت عاوز تحسب الانتجريشن الطرق العاديه انا مش عايز احسب الانتجريشن وانا خدت كوش بتاع اكس ليه؟ مش انا قلت لكم ان الكتب بتكتبها كده المساله اللي فاتت اهي دي زد على زد ماينس زيرو تو ذا باور ان دي زد نفس الفكره بيقول لو الان ب 1 لو الان ب 1 يطلع بكام؟ 2 باي ار لو الان ب 1 لو الان اي رقم غير 1 يطلع بكام؟ ما دي نفس الكلام مش انا لو قلت لكم هناك لو كانت في البسط اهي عملت نفس الفكره هي المفروض موجوده في الكتاب عكس الكلام بس هعملها نفس الفكره. بصوا هكتبها كده اي 1 2 زد ماينس 1 دي زد بلس 3 زد ماينس 1 تو ذا باور نيجاتيف 1 دي زد تيب كام دي؟ الام بتاعتها كام؟ نيجاتيف 1 واحنا قلنا لو الام نيجاتيف 1 تبقى بكام؟ 2 باي ار على السي 1 يبقى هتطلع 2 باي ار الثانية نفس الحكاية 3 الام بتاعتها بكام؟ على السي 2 برضه تجاه الوقت يبقى هتطلع 2 باي اي يبقى الانتجريشن كله هيطلع 4 باي اي بلس 6 باي اي اللي هو هيطلع 10 باي اي. حد فاهم؟ مش احنا كنا كاتبين انتجريشن اهو قلنا الانتجريشن ده زد ماينس زد نون باور ام دي زد بيساوي على اي كروس سيرفي يساوي 2 باي ار لو الام نيجاتيف 1 يساوي 0 لو الام نيجاتيف 4 نوت ايكوال نيجاتيف 1. طب ما ده هو نفسها الام هي بكام؟ نيجاتيف 1 والام هي بكام؟ نيجاتيف 1 يبقى ده 2 باي ار على طول. لكن لو اي رقم غير نيجاتيف 1 هتبقى الانتجريشن بكام؟ بصفر.
نعم. هل النقطة دي سيت أو بوينت 3؟ يبقى الانتجريشن ده صفر.
على طول لان هنعمل انه هنلاقي عامل النقطه دي يبقى ايكوال ايه 2 اوف 2 باي ار يطلع كام 4 باي ار ايه اللي هم اصفار القيم اللي تخليني مقام صفر اللي عندها بشكل الداله الداله هنا تاخد فاكتور تاخد ماينس 1 يبقى في 2 سنجولار بوينت اللي هم زيرو مين؟ 1 على الباص الاولاني مين اللي سنجولار؟ الزيرو الثانيه مش ايه؟ يبقى 2 باي 4 باي طب على الثانيه اهو اون سي 2 1C2 على 1 دبل ار اللي هي كام؟ اللي هي نقطة الصفر ماينس 1 ايكوال هاف اللي هي اهي قبل نقطتين ادي واحد ال1 جواها السي بتاعتنا ال1 جواها والزيرو ايه؟ بره يبقى الانتجريشن بتاعنا الاصلي اللي هو 5 زد ماينس 2 على جي سكوير ماينس زد اللي انا عملت له فاشل فراكشن طلع 2 دي زد على زد فبلس 3 دي زد على زد ماينس 1 هل دي سنجلر بوينت على البسطه؟ برضه يبقى الانتجريشن كام؟ يبقى ايكوال 3 اف 2 باي ار يطلع كام؟ 6 نعم ايه؟ مع دول السيمبلر بوينت فانا بعمل دايرتين صغيرين على السيمبلر بوينت اللي جوه بحسب كلمه هارمون اللي بره ده على طول صفر فان عملت سيمبلر بوينت على الزيرو حوالي مين؟ اهو عند الباص الاخراني بقى اللي هو نقطه زد ايكوال 2 اهو تريبل اي اهو تريبل اي انتجريشن على السي 5 زد ماينس 2 على زد سكوير ماينس زد دي زد ايكوال 2 دي زد على زد بلس 3 دي زد على زد ماينس كام 1 هنا البلس بتاعي نقطه زد ايكوال 2 يعني ال 1 وال 0 مش جواها ال 1 وال 0 ده ال 0 وده ال 1 الاثنين جوه ايه؟ هسمي ده سي 1 وهسمي ده سي 2 الاثنين جوه البلس صح؟ يبقى الانتجريشن 2 في الاولاني بلس 3 في الثاني يطلع ايه؟ 10 باي ار يبقى لو بلس جواها النقطتين احسب اثنين المساله الاصليه قال لك ايه؟ خد اي راس بس انكلودد النقطتين زيرو مين؟ عشان كده الانتجريشن طلع زيرو وال1 اللي كان بيسال فهمت السؤال؟ انما لو كانت نقطه واحده منهم يبقى احسب الانتجريشن والثانيه بره خالص مش محتاج حاجه. واحد عنده مشكله في اي مكان ثاني زميله عنده سؤال ثاني. يلا. واضح؟ حد فاهم طيب؟ حد مش فاهم؟ طيب. بعد شويه على فكره هتاخدوا طريقه بس لما نشرح كوشي فورمولا مش هتحتاج اصلا تعمل بارشل فراكشن لان في ناس في البارشل فراكشن اي حاجه اجبري مهاراتها عاليه فانا علمت طريقه غير اصلا هتستخدم البارشل فراكشن ازاي تطلع كل معاهم بس لما ناخد النظريه حاجه عن الكلام ده؟ طيب
مثلا لو قايل ايفالويت اكزامبل